أهلا بكم إلى أولى حلقات مجلتنا الإخبارية شراكة وتواصل. هذه المجلة التي تعنى بالشراكة الأوروبية والتواصل المستمر بدعم من الاتحاد الأوروبي للمشاريع التنموية الهادفة ليس في الأردن فحسب بل على ضفاف المتوسط. نستعرض في هذه المجلة جملة من التقارير كان للدعم الأوروبي لها أثر بارز سواء على حياة الأفراد أو المؤسسات تسعى في مجملها إلى تنمية المجتمع المحلي والاستقرار الاجتماعي. فالشراكة الأورومتوسطية هي خطوة على طريق مسيرة التعاون والبناء المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية ترتكز على إنشاء منطقة حيوية موسعة من الشراكة على جانبي المتوسط يسودها الرخاء والسلام. أولى فقرات هذه المجلة نبدأها بقصص من الابتكار والاختراع، اخترنا إحداها لتشكل نواة للمبدعين، حيث ساهمت حاضنة الأعمال والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا في تحفيز الشباب المبدع بغية دعم مشاريعهم التكنولوجية. هل ترغب في أن يكون بيتك خاضعا لنظام سيطرة ورقابة تكنولوجية طوال فترة غيابك عنه؟ حتما سيكون الجواب نعم. إذن لابد لك أن لا تفارق جهازك المحمول لتصلك الرسائل القصيرة حول كل طارئ يحدث لبيتك سواء كنت داخل الوطن أو خارجه. هذا الاختراع هو لأحمد مشتهى أحد طلاب كلية الهندسة في جامعة فيلادلفيا الذي تم احتضانه من قبل مركز الإبداع في الجامعة. الأشياء الرئيسية اللي بركز عليها مشروعنا هي 3 parts. الأول شغلة التوفير بالطاقة اللي هي اللي بتم من خلالها مقارنة بأشعة الشمس مع الطاقة المستهلكة داخل البيت. يعني بمختصر إنه يستخدم أشعة الشمس بإنارة البيت بدلا من استهلاك الطاقة الكهربائية بوقت غير مناسب لها خلال النهار. البارت الثاني هي أجهزة الأمان الموجودة داخل البيت وخارج البيت اللي هي بتم من خلال كشف اللصوص اللي بيدخلوا على البيت للسرقة بأجهزة إنذار الحريق. كمان محطوطة أجهزة الإنذار محطوطة على الشبابيك ومداخل البيت مداخل ومخارج البيت. كمان بإمكانها تزويد هذا النظام بكاميرا بإمكانها تلتقط الصور للحركات المريبة الموجودة بالحوش بساحة البيت وحتى على الشارع المطل على البيت. البارت الأخير اللي بركز عليه اللي هو الكنترولينج السيطرة والتحكم بجميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالبيت. ربما وجد أحمد من يرعى فكرة اختراعه، فمصير المخترعين يقف على مفترق طرق بين النجاح والفشل. ليس الأمر معنيا بالمخترع نفسه وإنما بالاختراع الذي يراد له أن يرى النور. فتحديات كثيرة تواجه المخترعين وأصحاب الابتكارات، لعل أهمها وجود بيئة خصبة لتطوير مشاريعهم بالإضافة إلى الدعم المادي والإشرافي وغيره. ولعل حاضنة الأعمال التكنولوجية في جامعة فيلادلفيا إحدى أهم المراكز التي ترعى هؤلاء المخترعين وتوفر البيئة المناسبة لاختراعاتهم. تم إنشاء الحاضنة التكنولوجية في جامعة فيلادلفيا كحلقة من سلسلة مراكز الإبداع الأردنية تهدف إلى أخذ المشاريع التي لها طابع تكنولوجي وتطوير هذه المشاريع بحيث تصبح قابلة لأن تكون مشروعا عمليا تجاريا يعود على صاحبه بالربح، وبالتالي فهي تحتضن المشروع. الاحتضان في الجامعة ماذا يعني؟ يعني تقديم الخدمات العلمية، تقديم خدمات استشارية، تقديم خدمات من قبل الورش، من قبل المشاغل، وبالتالي تكون جميع مرافق الجامعة في خدمة تطوير هذا المشروع. الاتحاد الأوروبي له دور كبير في تقديم العون والمساعدة في تطوير هذه المشاريع الناشئة، فالاتحاد يقدم ما نسبته 80% من التمويل المادي بالإضافة إلى التدريب المستمر للمشرفين والمسؤولين، كما يقدم خدمات استشارية وإعلانية يساعد الحاضنات على المضي قدما في هذا المجال.
الاتحاد الأوروبي له اهتمام خاص بهذا الموضوع وله دائرة خاصة بالإبداع وبالمشاريع الريادية، ولذلك تم توقيع اتفاقية ما بيننا وبين الاتحاد الأوروبي لكي يقوم الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج معين يسمى الـ SRTT-TD لتقديم الدعم للمشاريع التي تدخل الحاضنة حتى تستطيع هذه المشاريع أن تتطور وتخرج وتصبح جزءا من الهيكل الاقتصادي للدولة. الآلية في ذلك هو أن يتقدم المخترع بمشروعه إلى الحاضنة ويتم دراسته والموافقة عليه، ومن ثم ترفع الحاضنة فكرة المشروع الموافق عليه من قبلهم إلى الاتحاد الأوروبي ليتم دراسته لأخذ موافقة المتخصصين هناك، فإذا ما تمت الموافقة باعتباره اختراعا عصريا يستحق الدعم تتم إجراءات العون والمساعدة حتى يخرج المشروع إلى حيز النور. طايل الغرير، التلفزيون الأردني.